التحكيم بكره طبعا. الاول خليني بس ابارك برضو لمجلس اداره النادي الاهلي وجماهير النادي بارك يا الاهلي احمد. ماشي واللعيبه والجهاز الفني بالكامل. بصراحه كابتن اسلام مش موسم امريكي. تاريخي، ومبروك لحضرتك طبعا. ماشي ماشي، يكفي حلقه صن داونز، كفايه حلقه صن داونز. خلي بالك القرار التاريخي، في قرارين انا شايفهم تاريخيين لاداره النادي الاهلي بقياده الكابتن محمود الخطيب يعني على مدار السنه. اول حاجه راحت اللعيبه، طبعا راحت اللعيبه دي عملت ريفريش مهم جدا للعيبه على مدار الموسم. 13 صفقه جديده، دول 13 صفقه جديده. الحاجه الثانيه برضو بعد الهزيمه من صن داونز، بعد الهزيمه من صن داونز يعني قرار ان هم جابوا مارسيل كولر وقعدوا معاه وجابوا الكابتن سيد وقعدوا وشافوا الاسباب ايه. حتى ساعتها كان النادي الاهلي مثلا كان كابتن سيد والمهندس او العدلي الاستاذ عدلي كان بيروحوا يسافروا قبلها بيوم صح مع الفرقه. صح. دلوقتي قرروا بعد الهزيمه من صن داونز ان الكابتن سيد بيسافر والاستاذ سمير عدلي بقوا بيسافروا ايه قبلها بيومين قبل ما الفرقه صح تروح. فدي الدروس المستفاده، الاداره الشاطره اللي بتتعلم من الاخطاء. اي اداره تانية كانت اقالت المدرب، لكن اداره النادي الاهلي دايما بتستنى لغايه نهايه الموسم، خاصه ان الفرقه ماشيه كويس في الدوري. فده نجاح ليهم. فيحسب كمان النجاح مش على مستوى الكوره بس، انت في مستوى الكوره جايب 5 بطولات افريقيا، 2 سوبر، كاس، دوري، ما شاء الله خماسيه تاريخيه. لكن النجاح على مستوى الصالات، انت النهارده في كاس العالم للانديه قدم، كاس العالم للانديه سله، كاس العالم للانديه يد. النهارده انت في السله عملت تلت تاريخ النادي الاهلي في عهد مجلس الاداره الحالي، تلت تاريخ النادي الاهلي في كره السله مع جوستي بوش. حققت البطوله العربيه في السله اللي انت اصلا عمرك ما اخذتها قبل كده، حققت بطوله البال، دوري ابطال افريقيا السنه دي. فده التاريخ كله في كره الطايره. بعد كده تعالى كره اليد، النادي الاهلي لاول مره بيجمع دوري وكاس وسوبر افريقي في سنه واحده. فالحمد لله هو موسم تاريخي. نتمنى ان شاء الله، انا شايف ان التارجت كمان بتاع مجلس اداره النادي الاهلي حاليا ان هم يعملوا حاجه كمان في كاس العالم للانديه. وده اللي انا حاسه، ان هم التارجت بتاعهم ذاهب ان انت عايز ميداليه اكتر من البرونزيه كمان في نهايه السنه. ده احساسي يعني. يا مسهل يا رب. عموما عندنا كلام كتير جدا فيما يخص هذه المباراه.